يوم ما إلك. انت عندك مجرمين يطلعون بطرق قصورية. نور زهير مجرم. مخبر لا منو قال لك ان انسدت قضية نور زهير؟ من يدعي ان نور زهير؟ خلينا نروح لموضوعنا. لا من يتحول بس راح نعطيك فد نقطة. نور زهير اكو اليوم والله نور زهير مو مجرم. والله مو مجرم. نور زهير مو مجرم؟ مو مجرم. لا استاذ وائل هذا الكلام مو منك. والله والله مو لا انت انسان مثقف واعي عراقي شلون تحكي هذا الكلام؟ يا اخي يا استاذ شو العلاقة؟ نور زهير متورط ومجرم وبالتالي الرجل ده يعمل. لا شنو ده يعمل؟ شنو ده يعمل؟ ده يعمل بمجال. شنو ده يعمل؟ فترة من الفترات كثير عملوا مثله. ايه ومشت القرن. يعني صفقة القرن. انت صفقة القرن. زهير طبعا نور زهير طلع علمك مكفل وداخل بالقضاء العراقي بس مكفل ويفتر بين الدول. يعني يفتر هو شنو عنده؟ اكو فلوس يجوز بسويسرا ما تطلع من سويسرا وترجع العراق اللي هو جاي يتنقل فلوسه ما تتنقل. لا لا والله هو مكفل لو مو مكفل بالقانون. عبد الرحمن. انا ما اريد ابتعد عن القانون اريد اتحدث بالقانون. زين. لو كان المجرم القانون الحقيقي هو اللي سند نور زهير مو نور زهير. نور زهير له علاقه رجال اداه استعملوه حرقوه. منو السند؟ والله ايش ما ادري والله. والله انا اتمنى تكون عندك شجاعه واحنا ما شاء الله مو شجاعه. لا انا عندي يعني شجاعه وهذا نسمع انه مدعوم ومسنود من منو. عندي شجاعه كلش كافيه يلا لكن مو ما يصير لكن الشجاعه تسال من متهم. ها رجعنا ايه؟ رجعنا ما رجعنا ما متهم. دا اقول لك مسنود منو ساندي من من مسنود. دا اقول لك سيد انا اقول لك مكفل. سيد اسمح لي واقول للشعب العراقي انت تقول مجرم. هو الرجال طلع من المطار سافر الشعب العراقي سجلوها علي. نور زهير يحاكم أمام علن. الشعب العراقي وعلنا. نعم علنا شنو؟ لا طبعا علنا. من قال لك مو علنا؟ بس وين العاد مراد علنا؟ لا اسمح لي هذه تأويله هو هاي إعلاميا هو هو سيد رئيسية النزاهة راد محاكمة علنية بالنهاية. من هو؟ شنو مصيره؟ من هو؟ من هو؟ رئيسية النزاهة ايش طلب؟ قال خلي تكون بينه وبين القاضي التحقيق محاكمة علنية اجراءات علنية في مجلس النواب. انا ما نطلع على مود ما نطلع من اطر لا هو الاطر الاساسية نفس الاطر الاساسية لما رئيس هيئة النزاهة يطالب بمحكمة علنية والشعب العراقي مع قاضي التحقيق اي ماكو مشكلة. احنا داريد كل يعني كل شخص متهم اليوم نطلعه ونخلي الشعب العراقي اليوم يدوخ بهالملفات. هاي ملفات اليوم معروفه. مو المشكله العفو العام خافيش من نور زهير ايضا؟ لا لا ما يشمله مستحيل. هذه حقوق الشعب العراقي والشعب العراقي يطالب بها لا نور زهير ولا من مع نور زهير. دخل نلزم اول ومن انت ليش بدك انه مكفل ايه مكفل يعني. انا دا اقول انا مقتنع بالقضاء العراقي. انا قاعدت ويا قضاة سالتهم قالوا مستحيل سيد سيد هذا سيد قانون سيد سيد مستحيل يخرج من القضيه سيد قضيه سيد عفوا يبقى خارج العراق. انا دا اقول لك انا دا اقول لك مو مجرم لانه مكفل ومسافر بجوازه بطريقه رسميه من المطار. انت تقول مجرم انا دا اقول لك المجرم بريء لحين اثبات متهم بريء لحين اثبات متهم بريء لحين اثبات تمام اذا انت تتلفظ بانه هو متهم مو مجرم. انت تقول مجرم بس لا ولكن للامانه وانا اقول سيد بس اعطيني مجال اوصل لك. القضاء يقول انت ليش ما تقتنع بالقضاء؟ بس اعطيني مجال اوصل لك. يا باشا مسوي لك خليني اوصل لك. تفضل نور زهير قضيته يشتري صكوك. اكو عالم تطلب الدوله مثلاً شركات تطلب شركات تطلب الدولة هو يجي يشتريها منهم ويروح هو يسحبها. خلص هذا ما نقدر اني وياه. جريمة نور زهير؟ لا شنو جريمة هاي صفقة القرن. لا هاي المليارات هسه ارجع لها هذه بالصفة بالملفات. شلون تسوي؟ خليني ارجع سيد عبد الرحمن. هاي قضية سيد عبد الرحمن. سيد عبد الرحمن هذه ناقشها بعدين ناقشها موضوع الملفات.